بغيت ناخذ واحد المثال ديال الرواق المصري باش نعطي واحد الفكره على الطريقه اللي ترويج السياحه في مصر. فاظن ان ايطاليا تبقى هي الرابع من مستقطبي السياح لمصر، فهذا تيجعل باش يكون هذا الرواق يعني عنده اهميه كثيره. غادي نقول لكم واحد التصوير على هذا الرواق ونتكلم لكم على الاشياء اللي تبروز داخل الرواق المصري. تابعوا معي كذلك هذا الفيديو. كتلاحظوا الاهميه ديال هذا الرواق تقريبا 200 متر مربع في الرواق. الرواق يعتمد على وركشوب يعني لقاءات مع الحرفيين، مكان استقبال. ما ننساوش ان اولا الاهميه السياحه البواخر يعني الكروز في على نهر النيل. نعرف ان كذلك السياحه الثقافيه خاصه بالاهرامات المعروفه عن مصر. هناك كذلك سياحه الشاطئيه يعني لوبانيير معروفة في خاصة على البحر الأحمر وكذلك البحر الأبيض المتوسط. فالمعروف كذلك على أن السياحة في مصر هي تطويرها داخل الاستقبالات، أن سياحة المؤتمرات تلعب دور مهم كذلك. فهذا هو الرواق المصري المعروف وعنده طبيعة جمال ديال الثقافة المصرية. رجال أعمال المصريين كلهم حاضرين بكثرة للترويج للسوق المصرية، ويظهر أن كانوا بكثرة لأنهم يهتمون بهذا السوق الإيطالي. فإلى خدينا هذا بيكر باتروس، بيكر باتروس معروف كذلك عندنا في المغرب، كامل أبو عاري المعروف اللي يفتح لنا فندق في مراكش وفي أكادير. وناخذ بعين الاعتبار ان كذلك الخطوط الجيبتير تلعب دور مهم كذلك في استقطاب السياح. هذا هو الرواق المصري المعروف بشواطئ البحر الاحمر بين شرم الشيخ والغردقه وكذلك البحر الابيض المتوسط. اذا هذه نظره ولو بسيطه عن على الرواق المصري وكيف يتعاملون مع استقطاب السياح الايطاليين في الايكوتوريزم، كذلك في سياحه المؤتمرات، سياحه الثقافيه وسياحه الكروز. شكرا لكم مره اخرى.